نموذج للإصرار والتحدي. معانا دلوقتي على الهواء السيدة نيفين منير، أكبر سيدة أو امرأة حاصلة على الثانوية العامة في مصر، نجحت في الحصول على شهادة الثانوية العامة مع بنتها بعد مرور 20 سنة من عدم التحاقها بالمدرسة الثانوية، لتصبح نيفين هي أكبر طالبة للثانوية العامة في محافظة الدقهلية. بنتشرف بوجود السيدة نيفين منير على التليفون، نتكلم معاها ونعرف منها رحلتها وتجربتها المليانة بالإصرار والتحدي. صباح الفل وألف مبروك النجاح. ازي حضرتك يا استاذة مي، اتشرفت جدا بمعرفتكم. اهلا وسهلا بيكي. طيب انا عايزة اعرف بقى، امتى قررتي انك تستكملي الثانوية العامة وليه قررتي تعملي كده؟ والله اول حاجة انا اصلا الحمد لله موضوع التعليم ده كانت حاجة بالنسبة لي مهمة جدا، مش من دلوقتي، ده من سنين كتيره جدا. لان انا كنت اصلا عايزه ادخل ثانويه عامه من بعد الشهاده الاعداديه، ايام ما كان لسه كنت لسه صغيره يعني. فما حصلش نصيب لظروف عائليه طارئه عندنا في البيت، فسحبت الورق بتاعي من الثانويه العامه ودخلت مدرسه فنيه قسم ملابس جاهزه. فحصل ان انا يعني قعدت فيها سنتين وكده، والحمد لله كنت شاطره برضو وكنت ماشيه فيها كويس. وجيت في سنة ثالثة اتجوزت، فموضوع التعليم كان بالنسبة لي ساعتها خلاص بقى، يعني خلصت الدبلوم وحياتي كلها خلاص استقرت على كده. بس بصراحة أنا كنت اتكلمت مع زوجي وكده وقلت له أنا عايزة أكمل تعليم، عايزة أدخل ثانوية عامة. وشجعك؟ قال لي طبعا. هو قال لي في الأول طب ليه ما تخشيش جامعة من بعد الدبلوم الفني؟ بس أنا قلت له أنا مش حابة بصراحة الاتجاه ده، أنا عايز ثانوية عامة ومواد علمية واتجاه تاني خالص. فشجعني جدا بصراحه، بس انا ساعتها كنت حامل في هبه بنتي الكبيره اللي انا دخلت معاها ثانويه عامه السنه دي. فاجلنا الموضوع شويه لحد ما هبه تكبر شويه يعني. جميل. فطبعا انت عارف بقى ضغوطات الحياه والدنيا بقى يعني. بس برافو انك انت خدتي القرار. عايزين بقى نتكلم كده ونعرف الساده المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي، انت وهبه في الثانويه العامه السنه دي ازاي كنتوا بتذاكروا؟ طبعا كان في اجواء كده من المنافسه جوه البيت، كلمينا عن التجربه دي. كنت علمي ولا ادبي ولا؟ انا وهبه كنا علمي علوم. علمي علوم. الموضوع ما كانش. كلمينا بقى على الاجواء بقى وكواليس السنه كلها. والله هي كواليس السنه اللي عايز اقول لحضرتك ان انا كنت بنزل مع هبه الدروس. يعني مش مثلا اكتفيت ان انا اذاكر من البيت بس وان انا اتابع وكده، لا انا كنت بنزل معاها الدروس كل يوم. يعني انا وهبه قضينا السنه اصحاب مش ام وبنتها بس. يعني دي كانت اهم نقطه بالنسبه لي، ان انا شفت هبه من منظور تاني، منظور الصحبه او الصديقه لصديقتها او صاحبتها. حته بقى ان انا اروح معاها واجي معاها من الدروس، نحضر بقى درس واثنين وثلاثه ورا بعض ونرجع نروح البيت تاني، موضوع المذاكره، لا الموضوع كان حلو جدا، وكان في منافسه حتى كمان في الدراسه. يعني كل واحد فيها كان بيحاول ان هو يجيب اكتر من تاني في الامتحانات. عندنا النهارده مثلا امتحان لازم هي تقعد تذاكر كتير جدا عشان تجيب اكتر مني، وانا نفس الوضع. لا الموضوع كان حلو جدا بصراحه وتجربه جميله جدا. ويا ترى كان مجموعكم ايه بقى في الثانويه العامه؟ والله هبه جابت 77% ما شاء الله، وانا كنت 64.6 ما شاء الله. ربنا يحفظكم انتوا الاثنين. البنت تفوقت على امها. طبعا تفوقت عليا. بس ده حاجه فيها فخر جميل يعني. طب طبعا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طب الخطوه اللي جايه ايه بقى استاذه نيفين؟ يعني ناويين تعملي ايه، او الكليه اللي هتلتحقي بيها ان شاء الله؟ والله انا ان شاء الله بفكر التحق بكليه الحقوق، اتمنى يا رب كده يكون ليها مكان فيها السنه دي واقدر اكمل فيها دراستي. واتمنى ان انا يعني انا اتمنى كمان بعد 4 سنين ان يكون في مداخله ثانيه اكون معاكم، انا جايبه تقديرات كويسه في كليه الحقوق واكون متفوقه فيها، لان ده حلمي حاليا دلوقتي ان انا اقدر اثبت نفسي في حاجه زي كده واقدر اتغلب على الوضع يعني على حياتي كلها. يعني برضو جامعه الحقوق او كليه الحقوق مش سهله، ان مثلا يبقى عندي ام عندها 4 اولاد وزوج يعني حياه كامله، ان يعني يبقى فيها دراسه ويبقى فيها بيت ومسؤوليات. فبحب برضو اثبت نفسي في حاجه زي كده ان شاء الله. ربنا يوفقك نيفين منير، اكبر طالبه ثانويه عامه في الدقهليه لهذا العام، حصلت على مجموع 67% أو 68%، مجموع جميل. ربنا يوفقك ويسعدك وبالتوفيق ليكي دايما.